اليوم يصير موضوع معين. تحت شعار لا نؤذي نحن بعون الله نرعاكم، احتضنت قاعة كلية القانون بمدينة صرمان الملتقى الأول لمديري البرنامج الوطني للتطعيمات بالمنطقة الغربية بحضور مشرفي التطعيمات ببلديات الساحل والجبل الغربي لمناقشة العراقيل التي تواجه التطعيمات، خاصة التدخلات فيما يتعلق بلقاحات كورونا وتدوير المخزون من التطعيمات وكيفية العمل بكشوفات منظومة التسجيل والتواصل مع إدارة التطعيمات، إضافة إلى التطرق إلى التبعية الإدارية والفنية لمديري البرنامج في البلديات والتجهيزات الطبية والإدارية لإدارة البرنامج ومراكز التحصين بالبلديات، إلى جانب مناقشة الدعم الخارجي من المنظمات الدولية كاليونيسف ومنظمة الصحة العالمية والاتحاد الأوروبي. الملتقى الذي نظمته إدارة التطعيمات برعاية وإشراف إدارة الخدمات الصحية ببلدية صرمان، والذي يعد الأول من نوعه بعد توزيع لقاحات كورونا، هدف إلى تصحيح الأوضاع الخاصة بالتطعيمات داخل البلديات المجتمعة ومد جسر التعاون والتواصل بين مشرفي التطعيمات لتجاوز وباء كورونا من خلال تكاتف وتعاون الجميع وتنظيم العمل داخل مراكز التطعيم بالبلديات. فاجتمعنا لتصحيح الوضع داخل بلدياتنا، نحن نعتبر المجال التنفيذي أو أماكن العمل لكل مشرفينا بصفة خاصة، سواء كانوا مطعمات أو منخلين أو مسجلين البلديات بصفة خاصة، فهذوما كانت عندهم عدد عراقيل. هذا وأوصى الحضور في ختام لقائهم بضرورة البدء في الجرعة الثانية لفئة الاختطار من 70 سنة فصاعدا، والإبقاء على التواصل فقط مع إدارة التطعيمات بالمركز الوطني لمكافحة الأمراض، وضرورة التنسيق للالتقاء بوزير الصحة لمناقشة العراقيل والصعوبات التي واجهت الحملة والبرنامج الوطني للتطعيمات بالبلديات، والعمل على ضرورة تضمين العاملين والمديرين التنفيذيين للبرنامج الوطني للتطعيمات بلجان الحج والعمرة.